تالي تركيب القلب ووظيفته تحديدا من درس الجهاز الدوراني تركيب والوظيفة. لاحظ القلب يعمل على عملية ضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم ومن القلب إلى الرئتين في دورتين، دورة جهازية ودورة رئوية زي ما تعلمنا الحصة السابقة، تمام. وبالتالي القلب هو عضو يضخ الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة عن طريق الدورة الدموية. طيب هذا القلب، ما هو تركيب القلب؟ خلينا نشوف مع بعض تركيب القلب. القلب يتكون من 4 حجرات، من الداخل يتكون من 4 حجرات. لاحظ عندنا إيش في عندنا؟ عندنا من الأعلى أذينين، هذا حجرة تسمى أذين وهذا تسمى أذين. عندنا أذين أيمن وأذين أيسر، ومن الأسفل عندنا بطين أيسر وعندنا بطين أيمن. لاحظ هذا بطين وهذا بطين وهذا أذين وهذا أذين. يفصل بين الأذين الـ4 حجرات من الوسط حاجز، يسمى هذا حاجز القلب. لاحظ في الوسط موجود عندنا شيء اسمه حاجز القلب، تمام. صار عندنا شيء، منطقة في اليسار ومنطقة في اليمين، تمام. ويفصل بين الأذين والبطين صمامات. لاحظ عندنا بين الأذين والبطين صمام، يسمى صمام ثلاثي الشرفات. وعندنا بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر صمام، يسمى صمام ثنائي الشرفات، تمام. وبالتالي نركز، عندنا 4 حجرات، هذه 4 حجرات بين كل أذين وبطين صمامات، وبين البطين والبطين والأذين والأذين حاجز، تمام. اتفقنا 100%. نشوف الملاحظة التالية، الأذين يعتبر منطقة استقبال الأولى لمين للدم، وبالتالي الأذين الأيمن يستقبل الدم من جميع أعضاء الجسم عن طريق الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي. الوريد الأجوف السفلي والعلوي بحط رحالهم في الدم في هذه المنطقة. وصل الدم في هذه المنطقة، شو رح يصير؟ رح ينتقل الدم عبر الصمامات، عرفنا أنه في صمام، إلى مين؟ إلى البطين الأيمن، تمام. والأذين الأيمن كمان، أذين الأيمن يعتبر منطقة استقبال الدم العائد من مين؟ من الرئة. إذن الأذين الأيسر بيستقبل الدم من الرئة، وهذا الأذين يستقبل الدم من الجسم، جميع أعضاء الجسم، تمام. بعد ما يستقبل الأذين الأيسر الدم من الرئة بضخه إلى البطين، والبطين شو بده يعمل؟ بده يضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق سريان الأبهر. وبالتالي بنكتشف أن البطين والبطين الأيسر والأيمن يعملوا على إخراج الدم خارج القلب، والأذينات تستقبل الدم إلى القلب، تمام. الأذين البطين الأيسر شو بيعمل؟ ضخ الدم إلى الجسم. أما البطين الأيمن شو بيعمل؟ ضخ الدم إلى الرئة عبر شريان يسمى شريان رئوي. طيب الأذينات بتكون مربوطة في شيء اسمه وريد، والوريد بدخل الدم إلى القلب، والبطينات بتكون مربوطة في شرايين، والشرايين تعمل على إخراج الدم من القلب، اتفقنا؟ وبالتالي صار عندنا كم نوع من الشرايين؟ عندنا شريان رئوي يرتبط في الرئة، وعندنا شريان الأبهر يرتبط في جميع أعضاء الجسم، تمام. طيب يفصل بين البطين والشريان الرئوي صمام، يسمى هذا الصمام نصف قمري، صمام نصف قمري. ويفصل بين البطين الأيسر والشريان الأبهر في هذه المنطقة، لاحظ خرج صمام، يسمى هذا الصمام في هذه المنطقة، احنا مش شايفينه لانه مغطي عليه هذا الشريان، يسمى صمام برضه نصف قمري، ويسمى الصمام الأبهري، تمام.